ليال. نذهب إلى المغرب وتقرير خاص عن الدورة 12 لمهرجان SNN وورغ الدولي للفيلم الأمازيغي الذي استضافته مدينة أغادير. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. هذه الدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي عرفت مشاركة 26 فيلم في المسابقة الرسمية بين الفيلم الطويل والقصير التخيلي والتسجيلي. كانت أيضا مشاركة للفيلمين خارج المسابقة الرسمية. هذه السنة هناك عدة مواضيع. فيلم نادية الزوي تحكي على معاناتها لأنها نشأت في القبائل في الجزائر وترعرعت في كندا. حينما عادت إلى الجزائر عادت ووجدت المجتمع الجزائري بتدين جديد بإسلام غريب عن ثقافتنا. الثقافة الأمازيغية هي ثقافة شاملة كثقافة العالم، هي ثقافة إنسانية، والسينما الصورة والإحساس كيوصلنا وكيخترق، كيتجاوز حدود اللغة ويخترق ويعرف بالهوية. الهوية الأمازيغية هي أكثر من لغة، أكثر من جغرافيا، هي تنتمي لكوكب كبير، كوكب الإنسان. يعني السينما الأمازيغية تمثل لي تحدي كبير، لأن السينما الأمازيغية هي حديثة الولادة ولكن جذورها ثابتة ولها تاريخ. إذن هناك كانت نواة ولكن ظلت موؤودة، أقول موؤودة لأنها كانت حية ولكن كان عليها التراب وكانت دفينة، ولكن حان الوقت لأن تخرج إلى الوجود، ولم تخرج لتخطو الخطوة خطوة الطفل الذي يحبو.